اول طبق هيبقى التوست بالسلمون. اقول على المكونات: توست، شبت، زبده، سلمون مدخن، وكريمه او جبنه كريمي. طيب دلوقتي المفروض الكلاسيك او الطريقه المتعارف عليها اللي بتتعمل بيها، بيقطعوا الحروف بتاعه التوست علشان تبقى كلها لو بتعمل كيكة سالمون. انا بصراحة ما بحبش اعمل الموضوع ده الا لو كنت هاخد الحروف دي وانشفها واعملها بقصومات بعد كده. فانا دلوقتي مش هاخد الحروف دي ومش هنشفها، فهخليها زي ما هي. هاخد 4 من التوست وهحط عليهم زبدة علشان عايز احطهم على الطاسة او الجريل بحيث ان هما ياخدوا شكل مضلع، وكمان يبقوا يمسكوا نفسهم ما يتراش من الجبنة الكريمي. طبعا كده بقى تاخد التضليعة بتاعت الطاسة وتتحمر او تبقى مرمشة يعني. الناحية التانية خفيف بقى، مش هزود. انا حطيت اوريدي كتير قوي. هاخد لو متوفرة في البيت الاسباتشولا دي بتبقى اسهل كتير، هفردها والتانية وناخد واحدة سلمون. طبعا انا مش هحط ملح خالص لان السلمون والجبنة هيبقوا الملح بتاعهم كفاية قوي. شوية شبت يعني، هو ده كده لوحده لذيذ قوي، فطار حلو جدا ويخلي الواحد يقدر يكمل يومه، عيش وزبدة وبروتين سالمون، فيبقى يعني مفيد قوي. حط واحدة كمان جبنة. انا بحاول يعني اتحرك بالراحه على قد ما اقدر عشان تبقى واضحه قدام حضراتكم. احنا كده هنحط جبنه دلوقتي، كتير قوي كده الجبنه دي، سلمون، شوفوا هقول لحضراتكم على حسب ما السلمون هيكفي معايا هعمل الطبقات. كده ممكن نعمل واحدة أخيرة شبت. طبعا ما يفرقش الشبت امتى والجبن امتى، المهم بس ان يبقى موجودين التلاتة في نفس الوقت. واحدة كمان يعني، صوت قرمشة التوست ده لوحده جوع. اغسل ايدي. كل واحدة بقى ايه، اكيد هيحتاج ليمون.